شيخ مصطفى، نعم، حكم اللي هو في حديث، في مثلا بعض الناس يقولون عندما تتحدث معهم إذا جاء سيرة الموت وكده يقولون بعد الشر وكده، هل الموت شر؟ مصيبة، الموت مصيبة. قال الله تعالى أصابتكم مصيبة الموت، فيعني الدعاء بطول العمر في طاعة الله مستحب. قال النبي عليه السلام لما قالت له أم سليم خادمك أنس ادعو الله له يا رسول الله، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.